الثامنة من الميادين والبداية مع العناوين. ترامب يبقي على السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، نتنياهو يبدي خيبة أمله، والرئاسة الفلسطينية تعدها خطوة نحو السلام. مات العالم من الجوع، ماتوا من العطش، ماتوا من الهوانات، بيتنا 9 هوانات وقعت بينه، ارحموهم ارحموهم. شهداء وجرحى في استهداف داعش، نازحين فارين من حي الزنجيل، والحشد يحرر مئات العائلات المحاصرة جنوب البعاش. قوات سوريا الديمقراطية تحذر الحشد الشعبي من دخول الأراضي التي تسيطر عليها، وعمان تؤكد أن الجيش الأردني لن يدخل سوريا. احتجاجات الحسيمة مستمرة، والسلطات المغربية تعتقل المزيد من الناشطين. مساء الخير. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وثيقة أرجأ بموجبها نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس. البيت الأبيض قال إن القرار لا يعني تخلي الولايات المتحدة عن روابطها والتزاماتها القوية تجاه إسرائيل، بل يأتي في إطار مساعي منح الفرصة لتقدم عملية السلام. وفيما أبدى رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو خيبة أمله من القرار، وجدت فيه الرئاسة الفلسطينية خطوة تعزز فرص السلام. إلى العراق، حيث استشهد 8 من المدنيين النازحين من حي الزنجيل في الموصل القديمة بعدما أطلق مسلحو داعش النار وقذائف الهاون عليهم أثناء محاولتهم الخروج من الحي. وكان عشرات المدنيين تمكنوا من الخروج من مناطق سيطرة داعش في الساحل الأيمن للموصل باستخدام الممرات الآمنة التي حددتها القوات العراقية في الزنجيل. النازحون قالوا إن أولويتهم هي الحصول على طعام بعدما عانوا الجوع لفترة طويلة، ولا سيما في شهر رمضان. وضعنا مأساوي حيل. الزنجيلي مليان ناس. مليانة ناس. مليان عوائل، انجدوهم، تحبوا محمد. ماتوا العالم من الجوع، ماتوا من العطش، ماتوا من الهوانات، بيتنا 9 هوانات وقعت بينه، ارحموهم ارحموهم. 4 أشهر ما شرب حليب هذا الطفل. حسبنا الله ونعم الوكيل. دحشور ترزلت العوائل، دحك شنو حالها؟ شنو ذنبها هاي الاطفال؟ واحنا بشهر كريم، شهر رمضان، ما تقول لي شنو ذنبها هاي العوائل؟ الله على الظالم ان شاء الله. فرار المدنيين جاء فيما كانت القوات العراقية تخوض اشتباكات عنيفة وحرب شوارع في الزنجيل. كاميرا الميادين واكبت مقاتلي النخبة في حرب الشوارع. عبد الله بدران. هذه هي المجموعة المتسللة من الشرطة الاتحادية وتحديدا مغاوير النخبة. هؤلاء هم الذين يرصدون مواقع مسلحي داعش، وهم الفرقة المتسللة الذين يقودون الكمائن والحظائر لإدارة الاشتباك ضد مسلحي التنظيم. مسؤول المجموعة يطلب ويعطي توجيهات لإدارة التنقل. هي كمائن لفرقة النخبة في الشرطة الاتحادية عند خط الصد. بعض التوجيهات التي يعطيها مقاتلو الكمائن من أجل إدارة هذا الاشتباك. إذن حرب شوارع كما ترصدها كاميرا الميادين في هذه الأثناء. هي عملية إخلاء عدد من المدنيين. داعش يحاول الرد عبر داعش يحاول الرد في هذه المنطقة، يحاول منع تقدم القوات العراقية ويمنع. هيا
لا اضرب قاذفه، لا اضرب قاذفه، تعالوا دير بالك دم واحد واحد. من الزنجيلي عبد الله بدران، حسين نصار، الميادين. وغرب الموصل، حررت قوات الحشد الشعبي مجمع السكار وأمنت خروج أكثر من 500 عائلة من المناطق المحيطة بالبعاج ضمن عمليات التقدم صوب الحدود العراقية السورية. وكان الحشد قد حرر قرية الخبرة، كما نفذ عملية نوعية أدت إلى تحرير 300 عائلة كانت محاصرة جنوب البعاج وقد نقلوا إلى خارج مناطق الاشتباك وقدمت إليهم المواد الغذائية والطبية العاجلة. قوات سوريا الديمقراطية حذرت الحشد الشعبي في العراق بعد اقترابه من الحدود السورية من دخول الأراضي التي تسيطر عليها في محافظة الحسكة شرقية سوريا. المتحدث الرسمي طلال سلو أكد أن قواته ستتصدى لأي محاولة قد يقدم عليها الحشد الشعبي للدخول إلى مناطق سيطرتها، مشددا على أنها لن تسمح لأي قوات بالدخول إلى مناطقها. من جهتها، أحبطت الطائرات الروسية محاولتين لخروج مسلحي داعش من الرقة باتجاه تدمر خلال أسبوع وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. وقالت الوزارة إن مسلحي داعش يعبرون نهر الفرات ويخرجون من الرقة على الرغم من تطويقهم عبر قوات سوريا الديمقراطية وقوات أمريكية وفرنسية وبريطانية خاصة. كيف يبدو وضع مدينة الرقة ومن أين يحاصرها مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية؟ الإجابة مع عبد الرحمن عز الدين. أهلا بكم مشاهدينا. كل الأنظار تشخص هذه الأيام باتجاه مدينة الرقة. من المنتظر أن تشهد المدينة أبرز المعارك ضد تنظيم داعش. تبدو قوات سوريا الديمقراطية الأقرب إلى أكبر معاقل التنظيم في سوريا، فهي تحاصر الرقة من جميع الجهات باستثناء الجهة الجنوبية. هذه القوات المدعومة من التحالف الدولي واصلت التمدد في أرياف المدينة، حيث سيطرت أخيرا على قرية حمام شرق مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي، وحاصرت بذلك سد البعث الذي يبعد عن القرية نحو 500 متر. وفي الريف الشرقي للرقة سيطرت على قرية رقة السمرة. القوات نفسها حاصرت بلدتي المنصورة وهنيدة في الريف الغربي للرقة. وبحسب تنسيقيات المسلحين، فأن قوات سوريا الديمقراطية دخلت في مفاوضات مع داعش تقضي بانسحابها من المناطق المحاصرة باتجاه البادية. أما من ناحية الشرق، فقد أصبحت قوات سوريا الديمقراطية على بعد مئات الأمتار من حي المشلب، أول أحياء مدينة الرقة من الجهة الشرقية. تقدم ساهمت فيها الطائرات الحربية لقوات التحالف الأمريكي التي شنت غارات مكثفة على مواقع داعش. التطورات الميدانية ترافقت مع كلام عن اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش في الرقة يقضي بتأمين ممر آمن للتنظيم للخروج من المدينة باتجاه البادية، اتفاق ترفضه موسكو بشدة، وهذا ما يؤكده تدمير الطيران الروسي لرتل كبير لداعش انسحب من الرقة باتجاه تدمر، حيث قتل أكثر من 80 عنصرا لداعش. تسلل عناصر داعش يحصل من جنوب الرقة، حيث يعبرون نهر الفرات باتجاه الجنوب، على الرغم من أنهم محاصرون من قبل قوات سوريا الديمقراطية وقوات أمريكية وبريطانية وفرنسية خاصة. وفي دير الزور، أصيب نحو 10 مدنيين سوريين في قصف بقذائف الهاون أطلقتها مسلحو تنظيم داعش على حي القصور في المدينة. مصادر ميدانية سورية أشارت إلى أن الجرحى نقلوا إلى أحدى المشافي الموجودة في دير الزور لتلقي العلاج، كما أدى القصف إلى أضرار مادية في المنازل والممتلكات في المدينة. قائد الجيش الأردني أكد أن القوات المسلحة الأردنية لن تدخل سوريا ولن يكون لها وجود فيها. الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة الأردنية نقل عن الفريق محمود فريحات نفيه هذه الأخبار التي يحاول البعض إشاعتها عبر وسائل الإعلام وفق تعبيره. يذكر أن الأردن يشترك مع سوريا بحدود برية تزيد على 370 كيلومترا. إلى السعودية، حيث هز انفجار كبير سوق مياس في مدينة القطيف شرقي البلاد. ناشطون ذكروا أن الانفجار ناجم عن إطلاق نار على سيارة فيها ناشطان من العوامية، وقد لقيا مصرعهما بجراء الحادث. وسائل إعلام سعودية ذكرت أن الناشطين مطلوبان للعدالة. اهتزت محافظة إب جنوبية اليمن على حادث انتحار سيدة برفقة ابنتيها هربا من بشاعة واقع مرير وأوضاع بائسة. دلول حديدان.
حين يضيق صبر الضعيف بجبروت المستبد ويهين الجسم المكلوم أمام عنجهية الظروف، ولما تستأسد عزة النفس مستبقة مهانة التسول في أنفس عاشت شامخة، يكتمل مشهد الانتحار كآخر أسلوب عزة في زمن الإغال في المهانة الإنسانية. مصدوم الشارع اليمني من لجوء سيدة للانتحار مع طفلتيها، وقد لا يكون الموت بعيدا عنهن إلا بضعة أميال أو عدة لحظات بموجب الوضع البائس لليمن، لكن القدر رسم مصيرهن مثلما طبقناه. السيدة الأربعينية في مدينة إب سقت نفسها وابنتيها إيمان وأريجة البالغتين 9 أعوام و12 عاما على التوالي كأس السم، بعدما استوفينا جميعهن سموم العيش عقب وفاة معيل الأسرة قبل 3 سنوات. مصدومين سكان جبل حجاج في مديرية السد بالمحافظة الجنوبية، فليس ما تجرعته الفقيدة وابنتاها إلا غيضا من فيض ما يسقى منه اليمنيون منذ فترة، ولكن أجسادهم ربما باتت أعتى من أن يرديها السم صريعا. واقع اليمني يرصد سموما أكثر فتكا، ليس أقلها أفعى المجاعة. الأرقام الرسمية للأمم المتحدة تحصي نحو 7 ملايين شخص على مقربة من نابيها، و10 محافظات من أصل 22 بات قاطنوها يسمعون فحيحها عن قرب. وبرنامج الأغذية العالمي لا يرصد في مضمورة اليمنيين ما يسد رمقهم إلا مخزونا لنحو 3 أشهر. والكوليرا تهلك نحو 500 شخص خلال شهرين، ورقعة الفقر والأمراض والأوبئة كلها إلى اتساع قد يخرج اليمن من حدود جغرافيته إلى فيافي صحاري الضياع. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر من أن بلاده لن تقف متفرجة إزاء نشر أمريكا الدرع الصاروخية في ألاسكا وكوريا الجنوبية. وخلال لقائه مسؤولي وسائل الإعلام الروس، أكد بوتين أن محاولات احتواء روسيا لا تعمل ومفعولها يساوي صفرا، كما نفى التهم الموجهة إلى بلاده حول مشاركتها في عمليات القرصنة. هناك محاولات بدأت منذ مدة لاحتواء الرغبة المشروعة لروسيا في ضمان مصالحها الوطنية عبر استخدام أعمال لا تدخل في إطار إجراءات القانون الدولي بما في ذلك القيود الاقتصادية، ونرى الآن أنها لا تعمل فتأثيرها صفر. يتم التأكيد على عالم متعدد الأقطاب وهو يحدث، وذلك بفضل نضال روسيا لمصالحها الخاصة، وأريد أن أشدد من أجل مصالحها المشروعة. أنا على قناعة تامة بأنه لا يوجد أي قراصنة يمكنهم أن يؤثروا بشكل كبير على سير الحملة الانتخابية في بلد آخر. روسيا ليست متورطة في عملية القرصنة، بل على العكس نحن نحاول محاربتها. الثامنة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل القصير. من جديد أهلا بكم. تتواصل الاحتجاجات في مدينة الحسيمة الواقعة شمال المغرب. المتظاهرون طالبوا بإطلاق سراح الناشط ناصر الزفزافي ورفاقه، هذا وأصدرت السلطات المغربية مذكرة اعتقال بحق الناشطة نوال بن عيسى. وفي المقابل دان ممثل مكتب الحزب الاشتراكي في الحسيمة التواطؤ المفضوح للقوى الأمنية ضد المتظاهرين. الحسيمة إلى مزيد من التوتر. الاحتجاجات في المدينة الواقعة شمال المغرب تتصاعد. هتافات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين من نشطاء الحراك وعلى رأسهم ناصر الزفزافي الذي بات بحسب هؤلاء زعيم حراك الريف المغربي. احنا الريف كامل من بالحرية والإنسانية والعدالة الاجتماعية، يعني لا اعتقدوا المناضل ديالنا احنا غادي نبقاو صامتين حتى تحقيق المطالب التي هي في الدول الديمقراطية حقوق. اللافت في المشهد وقوف المرأة الريفية في الصفوف الأمامية للتظاهرات. هذه نوال بن عيسى، أبرز الوجوه النسائية في الحراك، أم لأربعة أطفال، قادت مسيرة سيدي العابد ما أدى إلى صدور مذكرة اعتقال بحقها. وبالرغم من ذلك تؤكد نوال أنها تظاهرت بطريقة سلمية وأنها لا تخشى تسليم نفسها. من الظلم الذي يعاني منه أبناء الريف، بنات الريف، اضطرت أو نقول وعت المرأة الريفية بوجوب حضورها في الشارع من أجل المطالبة بحقوقها.
وإلى جانب الاحتجاجات الشعبية، طالب ممثل مكتب الحزب الاشتراكي في الحسيمة بإطلاق سراح المعتقلين من نشطاء الحراك وكل المعتقلين السياسيين في مختلف ربوع البلاد. ودان المكتب ما وصفه بأسلوب البلطجة والاعتداء الهمجي وبالتواطؤ المفضوح للسلطات الأمنية، مشددا على أنه من مسؤولية الدولة ضمان قدسية المساجد وعدم الزج بها أو توظيفها في أزقة السياسة الضيقة. ومن الدار البيضاء ينضم إلينا الصحفي عمر الراضي. مساء الخير سيد عمر. يعني بعد اعتقال ناصر الزفزافي، نوال بن عيسى الوجه الجديد في الحراك الريفي، هل هذه الاعتقالات أو هذا الأسلوب الذي تستخدمه السلطات المغربية تنهي زخم هذه التظاهرات وهذه الاحتجاجات أو عبر يعني اعتقال هؤلاء الرموز والناشطين؟ أولا، توصلت نوال بن عيسى باستدعاء من طرف ولاية الأمن وتقدمت إليهم صباح اليوم، ولكن اكتشفت أن هذا الاستدعاء ليس اعتقالا لها، وتم استنطاقها وتم إخلاء سبيلها بعد ذلك، وهي حرة الآن. بعد وبالنسبة للاعتقالات، كان يعتقد البعض وجزء من الدولة أن باعتقال عذرا يعني قبل استكمال إجابتك سيد عمر، ما ذكرته مهم جدا، يعني ما هي التهم التي وجهت إلى السيدة نوال عندما يعني تم التحقيق معها وقبل إخلاء سبيلها؟ عفوا، حسب ما صدر في الصحافة، نوال بن عيسى استقبلت لدى ولاية الأمن وكانوا سألوها سؤالا وحيدا، وهو إن كانت هي وراء الدعوة للإضراب العام في مدينة الحسيمة. أجابتهم أنها ككل النشطاء، وليست هي كأي واحد من النشطاء، وليست هي من تدعو إلى هذا الإضراب العام، ولكن هذا الإضراب العام هو مبادرة من عدد كبير من المواطنين في مدينة الحسيمة، وليست هي من وراء هذه الدعوة. نعم، فيما يتعلق يعني بزخم هذه الاحتجاجات والتظاهرات، هل هذا الأسلوب المعتمد من السلطات المغربية يعني توقف هذه المطالب، وما هو تقييمكم لهذا الأسلوب المعتمد وهذا المسار المنهجي؟ كان يعتقد الكثير أن ومن بينهم جزء كبير من الدولة أن باعتقال قيادة الحراك في الحسيمة سيستنزف الحراك وسينتهي ولن تستمر الاحتجاجات بهذا الحجم وبهذا الكم، ولكن الأثر العكسي هو الذي وقع، بحيث من 3 أيام عرفت الحسيمة أكبر مسيرة ليلية بها، وكان ذلك يوما بعد اعتقال ناصر الزفزافي الذي كان يقود الحراك، بل وقامت عدد من المنظمات في مدن أخرى وفي مناطق أخرى في المغرب بتنظيم أشكال احتجاجية وتضامنية مع معتقلي الحسيمة، ولكن منذ يومين لاحظنا أن السلطات قررت أن تمنع بشكل أوتوماتيكي كل هذه الاحتجاجات، بحيث تم تعنيف المتظاهرين دار البيضاء قبل أمس. يعني هنالك اتهامات سيد عمر بتواطؤ مفضوح للقوى الأمنية، كما يقول يعني أحد ممثلي مكتب الحزب الاشتراكي، لهذا التواطؤ والتعامل بعنف مع المتظاهرين. هذا الاعتماد العنف من قبل القوات الأمنية، هل يمكن يعني أن يغير من إجراءات الخطوات التي يمكن أن تتخذها هذه المطالبات أو من يدعو إلى هذه التظاهرات الليلية والتي لا تزال مستمرة لليلة السادسة بعد اعتقال ناصر الزفزافي؟ إلى حد الآن الجواب الوحيد للدولة في المغرب كان هو الجواب الأمني، والعقل الوحيد الذي يشتغل حاليا هو العقل الأمني، بحيث حتى الحكومة لم تصدر أي تصريح منذ أحداث الأسبوع السابق ومنذ اعتقال قيادة حراك الحسيمة، وبالتالي فحاليا لا شيء يشتغل في المغرب إلا الجهاز الأمني. ونلاحظ بالموازاة من هذا إعادة تشغيل بعض ميكانيزمات وبعض آليات الدعاية التي عرفها
حراك 20 فبراير في المغرب سنة 2011 من عودة الأغاني الوطنية في الإذاعات الراديو، عودة مجموعة من الرسائل لتجيش الناس ضد حراك الريف واعتبارهم بانفصاليين، عودة كل تلك التهم التي كان نفس التهم التي كان يتهم بها النشطاء حراك الريف. يعني سيد عمر تقول الإجابة حتى الآن مجهولة بالنسبة للسلطات المغربية، هل يعني مع إطلاق سراح ناصر الزفزافي إذا قامت بهذه الخطوة، واليوم تقول يعني نوال بن عيسى هي حرة وطليقة فقط تم استجوابها وطرح السؤال عليها إن كانت هي من دعت إلى هذه التظاهرات، هل يعني مع الإفراج عن هذه الشخصيات وهؤلاء الناشطين تخف أو يخف زخم هذه التظاهرات، أو على العكس هنالك مطالب أساسية المطالب المعيشية وما تعانيه ما يعانيه الريف المغربي هو السبب الرئيسي باستمرار هذه التظاهرات وهذه الاحتجاجات؟ أظن أن النظام المغربي هو في مأزق حاليا، لأن المطلب كان هو مجموعة مطالب اقتصادية واجتماعية، يطلبون استثمارات في المنطقة، يطلبون بنيات تحتية، يطلبون خدمات عمومية، والمطلب ليس هو إطلاق سراح المعتقلين. أظن أنه أطلقوا سراحهم أم لا سيستمر الحراك في 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 منطقة الريف. يعني ما هي الأولوية الآن لكل المتظاهرين في الريف سيد عمر؟ ليست هناك أولوية، المتظاهرون في الريف يستمرون في احتجاجاتهم وفي حراكهم من أجل المساواة، من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أضيف إلى مطالبهم إطلاق سراح ناصر الزفزافي، وإطلاق سراحه لا أظن أنه سيطفئ هذا الحراك وسيلغي المطالب الأولية التي خرجوا من أجلها منذ 7 أشهر. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ والصحافي عمر الراضي، كنت معنا عبر خدمة الإنترنت من الدار البيضاء. جددت أحزاب المعارضة في تونس دعوتها إلى سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، ورأت أن الإبقاء على القانون في ظل خوض البلاد حربا على الفساد رسالة سلبية تتناقض مع مسار العدالة الانتقالية. تقرير عماد شتارة. المعارضة ترفع الصوت للمطالبة بسحب مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية كليا، معللة مطلبها بأن الإبقاء على مشروع قانون يهدف إلى تبييض الفساد ومنح العفو من دون كشف التجاوزات وتفكيك منظومة الفساد لا ينسجم مع شعار الحكومة في هذه المرحلة وهو الحرب على الفساد. المعارضة من حقها باش يكون هذا الموقف سحب القانون، أنا رأي أنه ندرس هذا القانون، إذا معناه كان فيه نواقص نكمل هذه النواقص، لكن لو اكتشفنا أن هذا القانون معناها هو أداة من الأدوات اللي بيشتغلت على الفاسدين والدعامة ونصوت ضده. أعتقد أنه في القريب العاجل لن نجد مشروع القانون بالصيغة الأصلية التي وردت من رئاسة الجمهورية، وربما هذه التعديلات الجوهرية قد يعني تفقده كل الدعائم الأساسية وتجعله يستجيب لمسار العدالة الانتقالية الذي يتطلب كشف الحقيقة ويتطلب كذلك الاعتذار من الشعب. لجنة التشريع العام في مجلس النواب أعلنت تأجيل مناقشة قانون المصالحة إلى أجل غير محدد، خطوة لم ترقى إلى مطامح أحزاب المعارضة، إذ رأت أن الغاية من التأجيل هي منح فرصة لأحزاب الائتلاف الحاكم لمراجعة مشروع القانون لصياغته بما يلائم روح الدستور. نشعر أنهم عندما يناقشون أمرا مفروضا عليهم فيه نوع من النفاق السياسي. اللجنة ليست سيدة نفسها، كل مرة تأتيها أوامر من خارجها لكي تؤجل النقاشات أو تغير أو تسحب أو تقوم بطرح معناها تنقيحات. كل هذا يدل على أن القانون لا يناقش في المجلس، والقرار النهائي فيما يخصه لا يتخذ في المجلس، وإنما في كواليس سياسية أخرى تتعلق بالحزب الحاكم الأغلبي. ترحيل مناقشة قانون المصالحة إلى ما بعد العطلة النيابية هو تأجيل لأزمة سياسية مقبلة على البلاد، فالعديد من الأحزاب لن تقبل بأقل من سحبه وليس بتخفيف أو تعديل فقرته كما تحاول بعض قوى الائتلاف الحاكم فعله. المعارضة ترى في تمسك السلطة بطرح مشروع قانون المصالحة على النقاش في الوقت الذي تخوض فيه الحكومة حربا على الفساد خطوة في الاتجاه المعاكس، فيما تؤكد أحزاب الائتلاف الحاكم بأن التعديلات المرتقبة على مشروع القانون ستجعله متوافقا مع العدالة الانتقالية. عماد شتارة، تونس،
الميادين. وقبل ختام الثامنة تذكير بأبرز عناوينها. ترامب يبقي على السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، نتنياهو يبدي خيبة أمله، والرئاسة الفلسطينية تعدها خطوة نحو السلام. ماتوا العالم من الجوع، ماتوا من العطش، ماتوا من الهاونات، بيتنا تزع هاونات وقعت بينه، ارحموهم ارحموهم. شهداء وجرحى في استهداف داعش، نازحين فارين من حي الزنجيلي، والحشد يحرر مئات العائلات المحاصرة جنوب البعاش. قوات سوريا الديمقراطية تحذر الحشد الشعبي من دخول الأراضي التي تسيطر عليها، وعمان تؤكد أن الجيش الأردني لن يدخل سوريا. احتجاجات الحسيمة مستمرة، والسلطات المغربية تعتقل المزيد من الناشطين. وبالتأكيد المزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. وفي الختام شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.